قدم المغني الكوري الجنوبي ساي حفلا ضخما السبت في سيول، تم نقله مباشرة عبر موقع يوتيوب لإطلاق أغنيته الجديدة جنتلمن التي تبينت الآراء الأولية حولها، ولتقديم الشريط المصور الخاص بالأغنية بعد أشهر على إطلاق المغني أغنية غانغنام ستايل. وقد شارك حوالي 50,000 شخص في الحفل على مدرج سيول الذي تم تصميمه لاستضافة مباريات كأس العالم في كرة القدم 2002. وطرح ساي أغنيته الجديدة جنتلمن رسميا منتصف ليل الجمعة في 119 بلدا لتحتل بسرعة المرتبة الأولى في المبيعات على عدد كبير من مواقع تحميل الموسيقى في كوريا الجنوبية. وتتحدث الأغنية عن جنتلمن، رجل دمث الخلق يحاول إغواء النساء خلال سهرة، وتتميز هذه الأغنية بإيقاعها السريع ونصها الذي يتضمن كلمات بالإنجليزية أكثر مما تضمنه نص أغنية غانغنام ستايل التي كانت معظم كلماتها باللغة الكورية، في إشارة إلى تطلع ساي إلى جمهور عالمي. ولا شك في أن تكرار نجاح أغنية غانغنام ستايل التي حققت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة سيكون صعبا، إلا أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تشدد على أن ساي ليس فنانا مبتدئا، إذ إن في رصيده 6 ألبومات على مدى أكثر من 10 سنوات على الساحة الغنائية الكورية الجنوبية. Gangnam Style.